بالنسبة للتسبيح اللي بعد الصلاة مولانا. ايه. لا تدركين، هل وردت فعلا الرواية انها في تسعة؟ تسعة؟ تسعة تسبيحات يعني بدت. لا، في رواية عشرة لكن زيد فيها التهليل، لكن الأصح هو 33. ودكي ضعيفة ولا ايه؟ دكي مش ضعيفة، لكن هي من طريق عطاء ابن السائب أدنى من يعني أدنى في الصحة، لكن تفعل أحيانا مش مشكلة. يعني عشرة مع سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله عشرة. أيوة عشرة، لكن فيها زيادة التهليل، ولكن الرواية الأولى 33 تسبيحة أصح.